السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معكم أخوكم مصطفى. إزايكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا الجوز الأصلي اللي أنا شاريه ده، الجوز اللحم الأصلي اللحم ده، الذكر انا شاريه من مكان والنتاية شاريها من مكان. طبعا عارفين اللي عنده جوز لحم شغال مش بيبيعه. طيب انا اشتريت النتاية دي اول مرة تبيض، باضت عندي. مفاجأة مفاجأة مفاجأة، البيضة دي طبعا مش التلات بيضات بتوعها، هي بيضة واحدة بس اللي هي البيضة الكبيرة دي. لو قربنا عليها شوية هنلاقي البطين دول طبعا نكتب عليهم، معلمهم انا، هم دول الصغيرين عموما انا عارفهم بالعلامات، معلمهم بالقلم كده ان دول بتوع قص لحم تاني، فانا حطيتهم للقص اللحم التاني لان البيضة الكبيرة دي اتباضت عندي، النتاية دي باضتها، فانا مش عارف النتاية دي هي طبعها كده ولا هنشوف، هنجربها كمان مرة او مرتين كمان ونشوف العيب ده في النتاية دي، وهل هيستمر على كده ولا بعد كده هتبيض البطين. طب هي بيضه البيضه دي الكبيره دي ليه؟ البيضه دي يا جماعه البيضه دي فيها زغلولين، وهقول لك ازاي انا عرفت، اقول لك ازاي انا عرفت. بس قبل ما نشوف روح اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت ما اشتركتش لسه، وفعل زر الجرس واختار الكل. هنشوف بقى، نطفي النور ونفرز البيض. البيض ده بقاله حوالي 5 ايام. ليه بقاله 5 ايام؟ هي البيضة الاولى دي متباضة اكتر من كده، بس انا عندها يومين يعني مثلا 7 ايام، وحضنتها مع البيض اللي هما البطين التانين دول اللي اتباضوا بقالهم 5 ايام، فيعني بانوا من الوقت تماما. بس لازم اطفي النور واوريكم معايا موبايل اهوت، هنشغل الكشاف بتاعه ونحط البيضة عليه بعد ما نطفي النور ونشوف البطين دول شكلهم ايه والبيضة دي شكلها ايه، ونشوف ايه الفرق، وهل البيضة ام صفارين بتفقس ولا مش بتفقس. ده هنتابعه مع بعض، تابعني وانا هوريك. والبيضة بتفقس، هل فقست او ما فقستش؟ ولو ما فقستش هنكسر البيضة ونشوف الكتكوتين او الزغلولين وهم في داخل البيضة، الزغلولين وهم داخل البيضة، هو احتمال كبير انها ما تفقسش، يتكبسوا ويموتوا فيها، ده الاحتمال الاكبر اللي انا متوقعه. وبرضه هنشوف ان هم زغلولين ولا لا. اللي مش مصدقني يتابعني علشان انا هوريله على الطبيعه ان شاء الله. استنانا يعني، هي لسه عليها حوالي نقول كمان 13 يوم وبعد كده نعمل الفيديو الثاني ونشوف سواء فقسوا او ما فقسوش، هنشوفهم مع بعض. هروح اطفي النور ونرجع نشوف في كشاف الموبايل، نحط البيضة على الكشاف ونشوف هتبقى شكلها ايه. طيب احنا شغلنا الكشاف وشفنا شكل الكتكوت في البيضة اللي هي بصفار واحد او اللي فيها كتكوت واحد، شفنا عاملة شكلها ازاي اهو. بسم الله ما شاء الله فيها زغلول، شايفين؟ وزغلول واحد اهو، بسم الله ما شاء الله اهو بيتحرك، شايفين النقطة؟ شايفين العروق دي؟ هو ده الزغلول في قلب البيضة، ده البيضة الواحدة. طيب هنجيب البيضة التانية اختها ونشوف البيضة التانية برضو مخصبة ولا لا، نحطها بالظبط كده. ايوة ما شاء الله مخصبة، بس هي فيها بقع مش نظيفة البيضة، لكن هي البيضة بسم الله ما شاء الله اهو مخصبة تمام التمام. انا بس عايز اوريك شكل اللي هي الكتكوت اللي فيها او الزغلول اللي فيها شكله ايه اهو. البيضة ده شكل البيضة المخصبة، ده شكل البيضة المخصبة اللي فيها زغلول بالظبط كده، ده الشكل اللي هو الزغلول اللي في البيضة الواحدة. لو استنينا عليها بكرة او بعده هتحس ان القلب بيدق يا جماعة، هتلاقي ان في ان النقطة دي بتتحرك كده بتنبض تمام. ادي البيضة الواحدة. طب تعالى نشوف البيضة اللي انا متوقع ان هي تكون بصفارين او فيها زغلولين اهو، جبناها نحطها نظبطها بس على الكشاف
نظبط الإضاءة كويس. أهو أهو يا جماعة، شوف، تحس أهو، شوف سبحان الله المنظر يا جماعة. زغلولين أهم زي ما أنا توقعت بالظبط، زغلولين. شايف ده لوحده وده لوحده، البيضة فيها زغلولين. هل هيفقسهم؟ الله أعلم. بس هو أنا أتوقع بنسبة كبيرة جدا إن الزغلولين مش هيفقسهم، عن تجربة مرت عليا قبل كده، إن البيض اللي فيه صفارين أو فيه زغلولين ما بيفقس. ده سبب من أسباب إن الحمامة بتبيض بيضة واحدة يا جماعة. يعني ممكن واحد يقول لك الحمامة بتبيض بيضة واحدة، هي بطين في بعض، بيضة كبيرة زيادة عن اللازم، بالأخص لو هي البيضة طويلة بالشكل ده، تعرف إن هي البيضة فيها زغلولين. وما شاء الله هم لحد دلوقتي عايشين، فأنا هنتابعهم وهنصورهم مع بعض لما يفقسهم او ما يفقسوش، برضو نكسر البيضة او نقشرها ونشوف فيها ايه من الداخل، هنشوفهم مع بعض. شوف سبحان الله مقسومة بالظبط بينهم في نقطة، خط فاضي في النص، ان هم زغلولين اهو حيين ما شاء الله. اهو ده واحد وده واحد اهو، يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لو فقسهم يا جماعة هتبقى معجزة، لو فقسهم تبقى معجزة. طبعا الذكر والنتاية اللي احنا سايبينهم مع بعض دول هنجربهم كمان عش او عشين كمان هنشوفهم. طبعا شلت منهم البيضة حطيتها في مكان تاني تحضين على البطين التانيين علشان نشوفها هي تبيض تاني، ونشوف هي هتفقس هتبيض نفس الطريقة البيضة الطويلة دي ولا تتصلح وتبيض البيضة كل بيضة لوحدها، تبيضهم بطين يعني بدل بيضة واحدة بصفرين، هتبيض كل بيضة لوحدها ولا هتستمر على نفس المشكلة دي. لو هي هتستمر على نفس المشكلة دي طبعا هنتخلص منها، لكن مش هنبيعها لحد علشان ما نبتليش حد بيها يعني. طيب هننور النور تاني ونرجع نشوف هنعمل ايه. طبعا هو الذكر بيطارد النتاية وهيبيضوا معش تاني قريب، يمكن احتمال تبيض بكرة او بعده، لان انا شايف ان هم بيعششهم، لكن جايبهم دلوقتي عشان التصوير ان هو بيطاردها وبيجري وراها، وانا حاسس كده ان هي خلاص على وشك انها تبيض. استنانا واشترك في القناة وزي ما قلت لك، واعمل لايك للفيديو واستنى عشان تعرف النتيجة. هل هيفقسهم البطين ولا مش هيفقسوا؟ هتفقس البيضة زغلولين؟ ولو ان ده شيء يمكن صعب جدا، لكن الامل عند ربنا تكون معجزة ويفقسهم البطين. استنانا وتابعنا هتشوف النتيجة ان شاء الله، والى فيديوهات قادمة ان شاء الله.